بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة وسلائما دائمين إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا في دروس الخامسة والرابعة ابتداء الجيل الثاني. اليوم لنا مع الرياضيات، درس في الرياضيات بعنوان الكسور العشرية. الكسور العشرية والأعداد العشرية. والأعداد والأعداد العشرية. طيب، يصح أن نقول العشرية أو العشرية؟ العشرية أو العشرية. طيب، ما هي الكسور العشرية؟ الكسور العشرية هي كل كسر مقامه عشرة أو مئة أو ألف أو عشرة آلاف وهكذا. مثلا خمسة على عشرة كسر عشري، 11 على مئة، 33 على ألف، لاحظ 97 على عشرة آلاف، لاحظ. إذن كل كسر مقامه إما عشرة أو مئة أو ألف أو عشرة آلاف وهكذا يكون كسر عشري. طيب، مثلا خمسة عشر على خمسة، خمسة عشر على خمسة، طيب هذا كسر من الكسور لكنه ليس كسر عشري. لماذا؟ لأن مقامه ليس عشرة ولا مئة ولا ألف ولا عشرة آلاف. إذن الكسر العشري شرط أن يكون المقام عشرة أو مئة أو ألف أو عشرة آلاف وهكذا. طيب، الأعداد العشرية، ما هي الأعداد العشرية؟ طيب، الأعداد العشرية هي الأعداد التي فيها الفاصلة، لاحظ 13.2، 13.2 هذا عدد عشري، علاه؟ لأنه فيه الفاصلة، كل عدد فيه الفاصلة هو عدد عشري. 9.1، 10.5 هذا عدد عشري، علاه؟ لأنه فيه الفاصلة. طيب، العدد العشري، العدد العشري يتكون من جزئين، الجزء الصحيح، جزء صحيح وجزء عشري أو عشري. لاحظ لما نكتب، لاحظ 15.3 فيها جزء صحيح وجزء، الجزء اللي جاء اليسار قبل الفاصلة هذا جزء صحيح، جزء صحيح، والجزء الثاني اللي جاء بعد الفاصلة هذا جزء عشري. طيب، في الجزء الصحيح، تنبيه مهم هنا، وراه الآحاد والعشرات في الجزء الصحيح. هاي الخمسة هي الآحاد والواحد هو العشرات في الجزء الصحيح. طيب، عندي 325.12، 325 هي الجزء الصحيح، 12 هو الجزء العشري. طيب، في الجزء الصحيح وراء الآحاد أول رقم بعد الفاصلة هذا أو قبل الفاصلة، قبل الفاصلة هذا هو الآحاد، هذا هو العشرات، وهذا هو المئات، انتبه مليح. طيب، الآن أول خطوة، كيف أحول كسر عشري، كيف أحوله إلى عدد عشري؟ لاحظ، عندي كسر عشري نحوله إلى عدد عشري،
طيب لاحظ، عندي 15 على 10. 15 على 10 قال لي حولها إلى عدد عشري. أول خطوة نكتب البسط كما هو. ثاني خطوة، العشرة كم من صفر فيها؟ فيها صفر واحد، معناه نحسب من اليمين إلى اليسار رقم واحد وأضع الفاصلة. واحد وأضع الفاصلة، معناه 15 على 10 تساوي 1.5. لاحظ، 133 على 10 قال لك حول هذا الكسر إلى عدد عشري. نكتب البسط كما هو. طيب المقام كم فيه من صفر؟ فيه صفر واحد، معناه واحد وأضع الفاصلة. مثال آخر، 45 على 10 قال لك حول هذا الكسر إلى عدد عشري. أول خطوة نكتب البسط كما هو. ثاني خطوة، العشرة فيها صفر واحد، معناه نروح من اليمين لليسار أحسب رقم وأضع الفاصلة، معناه 4.5. مثال آخر، 349 على 10 قال لك حولها إلى عدد عشري. طيب نكتب البسط كما هو. العشرة فيها صفر واحد، معناه من اليمين لليسار أحسب رقم واحد، واحد معناه 34.9. طيب عندي 5 على 10 قال لك حول هذا الكسر إلى عدد عشري، وهذا كسر عشري. طيب نكتب البسط كما هو. بعد ذلك المقام فيها صفر واحد، معناه أحسب من اليمين إلى صار رقم وأضع الفاصلة، واحد. طيب كي يكونوا عندي الأرقام خلاص باينة، كي ما كاش الأرقام لا يوجد أرقام أضع صفر، معناه 5 على 10 تساوي 0.5. لاحظ، 3 على 10 حولها إلى عدد عشري. نكتب البسط كما هو، فيها صفر واحد، معناه نحسب رقم وأضع الفاصلة، ما عنديش أرقام أضع صفر، 0.3. الآن نروحوا للمئة، أمثلة في المئات. مثلا 123 على 100 قال لك حول هذا الكسر العشري إلى عدد عشري. نكتب البسط كما هو. بعد ذلك المئة فيها صفرين، معناه واحد اثنان وأضع الفاصلة. طيب أعطاني 341 على 100 قال لك حول هذا الكسر إلى عدد عشري. نكتب البسط كما هو. بعد ذلك المئة فيها صفرين، معناه نحسب رقمين، واحد اثنان وأضع الفاصلة، 3.14. طيب أعطاني 9 على 100 قال لك حول هذا الكسر إلى عدد عشري. طيب احنا قلنا باللي كل كسر بسطه أصغر من مقامه فهذا الكسر أصغر من واحد، معناه يخرج 0. هذا لما نحوله تجيني سهلة. نكتب البسط كما هو. المئة فيها صفرين، معناه نحسب رقمين، واحد اثنان، ما عنديش أرقام ندير صفر، باه نحط الفاصلة ونزيد صفر آخر، معناه 9 على 100 0.09. طيب 3 على 100 نكتب البسط كما هو. 3، المئة فيها رقمين، معناه واحد اثنان، ما عنديش أرقام نعوضهم بالفاصلة، لازم نحسب واحد اثنان، واحد اثنان أضع الفاصلة، ما عنديش أرقام نزيد صفر. طيب أعطاني 23 على 100 حول هذا الكسر إلى عدد عشري. طيب نكتب البسط كما هو. طيب المئة فيها صفرين، معناه واحد اثنان وأضع الفاصلة،
خلاصوا الأرقام ندير صفر 0.23. طيب 15 على 100 نكتب البسط كما هو، 100 فيها 0 1 2 معناها 1 2 وأضع الفاصلة. خلاصوا الأرقام ندير صفر. طيب نروحوا للآلاف. طيب ثلاث آلاف وأربعمائة وخمسة عشر على 1000 هذا كسر عشري، لماذا؟ لأن مقامه 1000. قال لك حول هذا الكسر إلى عدد عشري، أكتب البسط كما هو، البسط ما نغيروش نكتبه كما هو. طيب الألف شحال فيها من صفر؟ 3. إذا أحسب 3 أرقام من اليمين إلى اليسار، 1 2 3 وأضع الفاصلة. طيب 341 على 1000 نكتب البسط كما هو، الألف شحال فيها من صفر؟ 3. 1 2 3 وأضع الفاصلة. خلاصوا الأرقام ندير صفر، معناها 0.341. طيب مثلا 25 على 1000 قال لك حول هذا الكسر إلى عدد عشري، نكتب البسط كما هو. طيب المقام 1000 شحال فيه من صفر؟ فيه 3، معناه أحسب 3 أرقام، 1 2 ونزيد صفر بيولو 3 أرقام ثم أضع الفاصلة. خلاصوا الأرقام نزيد صفر، معناها 25 على 1000 تساوي 0.025. مثلا 6 على 1000 لاحظ قال لك حول هذا الكسر العشري إلى عدد عشري، نكتب البسط كما هو، الألف فيها 3 أصفار معناها نحسب 3 أرقام، 1 2 3 هذو 3 أرقام ب أضع الفاصلة. خلاص الأرقام نزيد صفر، معناه 0.006. طيب الآن العكس، الآن العكس حول عدد عشري إلى كسر عشري، أعطالك عدد عشري قال لك حوله إلى كسر عشري، تقريبا نفس الطريقة اللي يكون فيها. طيب عندي 52.5 52.5 قال لك حولها إلى كسر عشري. طيب أول خطوة نكتب العدد بدون فاصلة، العدد كما هو ننزع الفاصلة فقط في البسط. في المقام شو ندير؟ نشوف كم الرقم بعد الفاصلة، عندي رقم 1 بعد الفاصلة معناه 0.1 معناه 525 على 10. طيب أعطاني مثلا 9.11 قال لك حول هذا العدد العشري إلى كسر عشري، كسر عشري معناه مقامه يكون فيه 1 أكيد، لأنه كسر العشري قلنا 10 100 1000 10000 وهكذا، معناه 1 هنا. في البسط أكتب العدد كاملا بدون فاصلة، العدد كما هو بدون فاصلة. طيب عندي رقمين بعد الفاصلة، إذا أعوضهما بصفرين، 911 على 100. طيب أعطالي 0.92 حول هذا العدد العشري إلى كسر عشري. أول خطوة نكتب العدد بدون فاصلة، نكتب العدد بدون فاصلة وين؟ في البسط. نحينا الفاصلة
وكي نحو الفاصله يولي الصفر لا قيمه له، معناه النحو معناه 92. فالمقام عندي رقمين بعد الفاصله، اذا اعوضهما بصفرين. 92 على 100. هذه ابرز الملاحظات، بارك الله فيكم. في الاخير لا تبخلوا علينا باعجاب الفيديو، كذلك الاشتراك في القناه. اسال الله عز وجل التوفيق لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.